زبناء الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد مع راداج. كلنا كنعرفوا ان المغرب كيعيش وضع صعيب بسبب موجه الجفاف واللي كتعتبر الأسوأ منذ نحو 4 عقود، وبالرغم من ان البلاد عرفات خلال الفتره الممتده ما بين شهري اكتوبر وديسمبر 2022 تساقطات مطريه لا باس بها، الا انها للاسف ما قدرتش تساهم في حل هذه الازمه بسبب ان منسوب السدود كان ضعيف للغايه. ومع انحسار التساقطات المطرية بداية السنة الحالية والارتفاع المفرط في درجات الحرارة، زاد من تفاقم الوضع وبالتالي تراجع نسبة الملء يوم من بعد يوم، الشيء اللي ولا كيثير مخاوف من أزمة مائية كبر خلال موسم الصيف المقبل. والخطير هو أنه في الوقت اللي السدود كتخسر يوميا ملايين الأمطار المكعبة من مياه، كنوجدوا في المقابل ضغط وإنهاك في المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، واللي كيزيد بدوره من صعوبة الوضعية. وفي ظل هذه الظروف، الحكومة بالفعل اتخذت مجموعة من الإجراءات وخدمات على وضع خطة استعجالية لتدبير المياه المتبقية، ومن بينها اللجوء لمصادر بديلة ولعل أهمها إنشاء محطات لتحلية مياه البحر. وبالرغم من الكلفة المرتفعة ديالها، فالدولة ساهمت باستثمارات مهمة في هذا المشروع واللي غيمكن المغرب من تصدر إفريقيا والحصول على الرتبة السادسة عربيا في هذا المجال. ولكن هذا الشيء بوحده راه ما كافيش، لان يد وحده ما كتصفقش، فحنا كافراد وكمواطنين فخصنا نخرطوا جميع في الخروج من هذه الازمه، وخصنا نكونوا حكماء في التعامل مع اشكاليه الماء بكل ابعادها، ومن خلال القطيعه مع كل اشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء، خصوصا وحنا على مشارف فصل الصيف وما يرافقه. وبهكذا فيديو اليوم سهلة، خلينا لكم الراحة وبسلام عليكم.